الكرويه يتكاربوا يلعب وحده يمين وحده شمال. شوفوا ما شئتم كرويا داخل الملعب. شنو الابداع؟ شلون طلعتها؟ ها؟ هسه يلا حميات؟ سبعه. العبقريه دائما يوقفون بالمكان المناسب. يعني حقيقه انا كنت اتابع رونالدو الظاهره البرازيلي، اخذ حركات من عنده. وشفتني شلون سجلت بنظره. اكو واحده يا طب انت طلعتها بيدك. كاتر هي في. العظيم هسه للمعلقين الذي تكون حاضر الملاعب الشعبية أو في ملاعب كرة القدم العالمية، وصلنا جميعا وعلقنا كأس الخليج وغرب آسيا، ولكننا لم ننسى ذكرى الطيب. لذلك قبل أن أفتتح بالكلام وأفتتح بكل شيء، هكذا كان يتغنى الطيب بكلماته الجميلة: هذي عند كرة، هذا من يحل طريق الآخرين هنا، ليلة بعوامة اللعب، من يكون قادما علينا؟ اليوم ليس هم كبيرة، يلتقي إعلاميين ومقدمين أمام من يعشق الطيب دائما وأبدا. أنا وأنتم وقوفا. هي مباراة استذكارية، واحنا نتشرف ان نحضر لكل مباراة نستذكر بها واحد خدم كرة القدم او الرياضة العراقية بشكل عام. المعلق احمد الطيب من تسأل عليه في بغداد، الاثر الطيب اللي تركه لكل مباراة فرق شعبية ولكل وصف وصفه ولكل حالة بكرة القدم يستحق منا ان نستذكره، ويستحق منا ان نخلده، ويستحق منا ان نذكره حال حال نجوم كرة القدم. لكن لابد ان يصير اكو استذكار لهذا الموضوع. وجودنا اليوم كفريق اعلام رياضي هو لاحياء هذه الذكرى لما ترك احمد الطيب، خاصه بساحات الفرق الشعبيه من مدينه الصدر، من اثر طيب على مستوى الفرق يستحق ان نتواجد. اما نتيجه المباراه بقيه التفاصيل هي مجرد تحصيل حاصل، الاهم هو التواجد واحياء هذه الذكرى. تعودنا نشوفك اعلامي، لكن اول مره نشوفك كلاعب كره قدم، يعني حدثنا عن خلفيتك، عن ممارستك كره قدم. أنا لعبت كرة قدم مدرسة عمو بابا الله يرحمه، وبعدها لعبت بأشبال وناشئين وشباب والأول مع نادي النفط، وحاكيها هواية بالإعلام، ولعبت منتخب أشبال العراق، ولعبت منتخب ناشئين العراق، ولعبت منتخب شباب العراق. أجل الكابتن العزيز، وأنا حقيقة أسميه شيخ المعلقين وأستاذنا، وأنا بالنسبة لي مو أقول لك هو اللي طلعني، لا، بس كنت أتعلم من عنده حقيقة، كابتن أحمد الطيب. وهذا تجمعنا عرفنا عملنا وعرفنا كل شيء من أجل الكابتن القدير المرحوم الله يرحمه. قوية وعلى نهشة، ها على الثاني ألو. فينيسيوس الله 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 كابتن شنو قلت نصل 8 تطرد يعني شنو 6 وينزل على شنو لا صور تعرف والله تعب والله حتى السيارة تعب مشو فراغات الوادي تعب مشو انا امامي بالمواجهة المعلقين والثقة